التوقيت ده اللي احنا بنتكلم عليه. تمام، زي ما اتفقنا لو ما فيش حاجه مسبقه، لو ما فيش علم بان مشكله قويه عند الرجل في السائل المنوي، او الست تعلم او الست تعلم ان عندها مشكله زي انها عملت عمليه جراحيه مثلا في الحوض، عملت عمليه جراحيه في المبايض، في الانابيب، في الرحم، ممكن ده وارد. فساعتها لا، يبقى القلق مبكر شويه وابدا ادور بدري عن كده. او لو سن الزوجه كبير، لو سن الزوجه بالنسبه لنا اكتر من 35 سنه، برضو ابدا ادور بدري شويه. خلاص، ما دون ذلك المفروض ان انا ما ادورش ولا ابحث قبل مرور سنه، بس شرط سنه مع علاقه زوجيه منتظمه. كنتش جوز مسافر مثلا؟ بالظبط، ما تجيش تقولي ان زوجي مش موجود، زوجي مسافر، طب وقاعد معاكي قد ايه يا ستي؟ ده بيجي لي شهر في السنه. طب خلاص، يبقى انت كده بنتكلم على شهر كده. فتره الزواج هي شهر مش سنه، واخد بالك؟ بس فما دون اللي انا قلته دي، ان علم بحاجه مسبقه، او ان تبقى السيده سنها كبير شويه، مش كبير طبعا، هم صغيرين برضو، بس سنها اكبر من 35، ساعتها بيقلل الفرصه طبعا. طبعا ساعتها تمام. لازم مش قبل سنه من الزواج. مش اللي بعده يا جماعه، موضوع خلل التبويض وتكيسات المبايض وارتفاع هرمون الذكوره. طبعا ده عايز حلقه لوحده يعني، ولكن احنا عايزين نمر عليه سريعا كده يا دكتور وليد. تمام. طيب الحقيقه تكيسات المبايض دي مشكله كنت بتكلم برضو عليها معاها حولها قبل الهوا معاك، مشكله يعني كبيره شويه برضو كتير، وهي بتكتشف بشكل مصادفه او بشكل عشوائي لما يحصل تاخر او عدم انتظام في التبويض يؤدي الى تاخر الانجاب، او لو البنت او السيده عندها شعر زياده في جسمها مثلا، فهي قلقانه وده تعبها او مضايقها، او لو الدوره ملخبطه قوي 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 قوي. ما دون ذلك لو تكيسات المبايض مش عامله عرض من دول، وده كتير على فكره، يعني ممكن اقول لك ان 40 50% من السيدات ليس عندهم اعراض، عندهم جزء درجه من درجات التكيسات لكن بدون اعراض، بسميها ايه سيمتوماتيك، بدون اعراض، ساعتها هي ما عندهاش مشكله. ما عندهاش مشكله حاليا، لكن عاوز اقول لك بقى ان ابحاث علميه مؤخره في امريكا قالت ان الستات دول بعد انقطاع الدوره وبعد قله هرمون الايتول بيحميهم من المشاكل، بيبقوا عرضه اكتر من غيرهم حتى لو ما كانش عندهم اعراض وهم صغيرين، لاصابه بامراض الضغط وتصلب الشرايين والاصابه بالسكر، بداء السكري. هي المتلازمه اللي هي معظمها ميتابوليك سندروم بالظبط كده. تمام. فبالتالي دول فلازم نخلي بالنا ان نعمل تشيك، حتى ولو بسونار، حتى لو بننجب طبيعي، سيده بتنجب طبيعي وكل شيء طبيعي، تعمل تشيك بسونار كده وتطمن، والهرمونز تطمن عليها ان امورها كويسه وما عندهاش تكيسات على المبايض. تمام. هي قبل ما نسيب النقطه دي، هل كل مريضه او كل بنت عندها تكيسات في المبايض تعاني من مشكله تاخر الانجاب ولا مش شرط؟ خالص خالص خالص، انا لسه قايل الكلام ده، ان جزء كبير منهم خالص بيبقى امورهم طبيعيه والدوره منتظمه، بس في شويه اعراض كده برضو مش لازم تبقى موجوده. تمام. زي ما قلت لك في جزء بلا اعراض تخلي منها، حتى لو بتنجب طبيعي كل شيء طبيعي، تبقى اشك ان عندي ان السيده دي عندها تكيسات او البنت دي عندها تكيسات. من ضمنها عدم انتظام الدوره الشهريه، من ضمنها زي ما لسه قايل الشعر يبقى زياده شويه في الجسم، بالذات في مناطق معينه زي مناطق الوجه. يعني قصدي ان هو يعني مش كل واحده عندها تكيس ممكن تبقى عندها مشكله في الانجاب خالص، يعني ممكن تبقى تعاني من ويحصل برضو الحمل، يعني ويحصل الحمل بشكل طبيعي. تمام. بس جزء كبير منهم ممكن يعمل عدم انتظام في التبويض وبالتالي يؤدي لتاخر الانجاب. تمام. اللي بعده البرولاكتين او هرمون الحليب. يعني دلوقتي ما فيش دكتور ما بيطلبش التحليل الهرمونات، ومن ضمنها هذا الهرمون، ايه مشكلته؟ وساعات بنلاقيه كمان مشكله في الرجاله. دي حقيقه. هرمون اللبن او الحليب زي ما بنقول برولاكتين، زي ما انت لسه قايل، هو ده بيفرز من الغده النخاميه في اللي هي موجوده تحت المخ. الغده النخاميه دي موجوده لافراز بعض الهرمونز من ضمنها البرولاكتين. الحقيقه هو المفروض دوره الاساسي بيبقى اثناء الرضاعه وكلام زي كده. وتجهيز الثدي للرضاعه، لكن في ليه ادوار ثانيه. لما بيعلى عن ليفل معين هرمون البرولاكتين بيؤدي لحدوث اضطرابات في هرمونات التبويض، واضطرابات في التبويض تؤدي ساعات الى اضطرابات في الانجاب وتاخر في الانجاب. فمن ضمن الحاجات اللي بنطلبها والهرمونز اللي بنطلبها روتين في حالات تاخر الانجاب البرولاكتين، علشان نطمن عليه، لان في بعض الاوقات ساعات كمان يبقى في ورم صغير، ورم حميد مايكرو ادينوما بنسميها، او ورم صغير في الغده النخاميه حميد، ده يفرز بنسب كبيره هرمون البرولاكتين ويعمل مشاكل للسيده، وساعات يعمل لخبطه شديده في الدوره.